مرحبا، معكم رنا من قناة كرافتس باي مس ويف. بهيدا الفيديو رح نعمل هول الوردات، وردة الزنبق. اشتغلت معكم كل الخطوات، حنعمل وردة خطيرة كتير. تصوير ظالم كان الوردة، بس اعملوها وشوفوها انتو على الحقيقة كيف بتطلع. بدي اقلكم اول شي كل عام وانتو بخير، رمضان كريم يا رب. ما تنسوا دعواتكم لأهلنا بغزة وبفلسطين. كل عام وانتو بألف خير، ان شاء الله بصحة وسلامة. وهلأ خلينا نبلش بالفيديو، ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة. وهلأ خلينا نبلش. بداية بدي ارتفع 25 سلسلة، 1 2 3 4 5. هاي 25 سلسلة. من بعد ما ارتفعت 25 سلسلة، بتاني سلسلة بدي اعمل غرزة حشو. بالغرزة التالية غرزة حشو. بالسلسلة التالتة بدي اعمل نصف عمود. بالسلسلة الرابعة نصف عمود. فجهلت اول شي سلسلة، بالسلسلة التالية التانية عملت غرزة حشو، بغرزة حشو نصف عمود نصف عمود. هلا بدي اعمل 14 عمود بلفة. 13 عمود، هاي 14 عمود بلفة. هلأ بدي أعمل بثلاث غرز التالية 3 نصف عمود. هاي 1 2 3. هلأ بدي أعمل بالغرزتين التاليتين غرزتين حشو. هاي 1، بالغرزة التالية غرزة حشو. باقي لي اخر سلسلة، هاي السلسلة بدي اشتغل بقلبها ثلاث غرز حشو بنفس السلسلة. هاي 1، هاي 2، هاي 3، بنفس المكان. حشد خيط البداية هيك شوي عشان ما يصير عندي فتحة. حابرم هيك الشغل. هلا بدنا نشتغل على الجهة التانية من السلاسل. بأول سلسلتين بدي اعمل غرزتين حشو. بالثلاث غرز التالية بدي أعمل 3 نصف عمود. هاي 1، هاي 2، هاي 3. بال14 غرزة التالية بدي ساوي 14 عمود بلفة. هاي 2، هاي 14 عمود بلفة. صرت شاغلة هيدا الشكل. هلا بدي اعمل 2 نصف عمود بالغرزتين التاليتين. واخر غرزتين بدي اعمل غرزتين حشو. هاي 1، بالغرزة التالية غرزة حشو. هيدا الشكل يلي صار معي. هلا الدور الثاني من البتلة بدي فوت، وبالاول غرزة اشتغلتها بدي اعمل هيدا الشكل كأني بدي اشتغل غرزة حشو. حجيب السلك هحطه هيدا الشكل، هاشتغل فوقه. هيدا السلك كتير مرن ما بيعور، بنصحكم تجيبوا منه. بتلاقوا منه مثل ما قلت عند علي اكسبريس بالمكاتب الكبيرة، فمتوفر وهيدا كتير رفيع. هلأ أول شي هيانا عملت هون غرزة حشو وكمشت السلك. بنفس المكان حساوي كمان غرزة حشو، يعني صار عندي تزايد بأول غرزة. بالغرزتين التالتين هعمل 2 حشو. هاي 2 حشو. هلأ بدي أعمل 2 نصف عمود بالغرزتين التالتين. هاي نصف عمود بنصف عمود. هلأ بدي أعمل عمود بلفة 1 بالغرزة التالية.
هلا بدي ساوي تزايد بالعمود بلفه بالغرزه التاليه بنفس المكان، ساوي التزايد. هلا بدي اعمل 4 عواميد بلفه بالاربع غرز التاليه، هاي 2 3 هاي 4. هلا بدي اعمل تزايد بالغرزه التاليه بالعمود بلفه، مثل ما شايفين عم بشتغل فوق السلك، عمل تزايد. هلأ بدي أعمل 5 عواميد بلفة بالخمس غرز التالية، هاي 1 2 هاي 3 هاي 4 هاي 5. عملت 5 عواميد بلفة. هلأ بالثلاث غرز التالية بدي أشتغل 3 نصف عمود، هاي أول نصف عمود بالغرزة التالية، نصف عمود بالغرزة التالية، نصف عمود بهيدا الشكل. هلأ بالأربع غرز التالية بدي أعمل 4 غرز حشو، هاي 1 هاي 2 3 هاي 4. هلا وصلنا، بدي اقطعج هيك السلك، وصلنا للغرزة يلي عملنا 3 غرز حشو بنفس المكان. للغرزة التانية هيدا اللي بدي اشتغل فيها هلا غرزة حشو، هارتفع 2 سلسلة لاشتغل بيكو، هانزل على غرزة الحشو بهيدا الشكل، اخد 2 لوب منها واعمل منزلقة. هرجع على نفس المكان واعمل غرزة حشو هيدا الشكل. هروح على الجهة المقابلة، هلأ بدي اعمل 4 غرز حشو بالاربع غرز التالية. هلأ بدي اعمل 3 نصف عمود بالثلاث غرز التالية، هاي 3 نصف عمود صاروا. هلا بدي اعمل 5 عواميد بلفة بالخمس غرز التالية، هاي 2 هاي 3 هاي 4 هاي 5. هلا بدي اعمل تزايد بالعمود بلفة بالغرزة التالية، يعني بنفس الغرزة هاشتغل عمودين بلفة. هلا بدي اعمل 4 عواميد بلفة بالاربع غرز التالية، هاي 1 هاي 2 هاي 3 هاي 4. هلا بالغرزة التالية بدي اعمل تزايد بالعمود بلفة، هاي بنفس الغرزة اشتغلت عمودين بلفة تزايد. هلا بالغرزة التالية هعمل عمود بلفة 1. هلا بالغرزتين التاليتين هشتغل نصف عمود، هاي نصف عمود بالغرزة التالية نصف عمود. بالغرزتين التاليتين هعمل غرزتين حشو، هاي 1 هاي 2. بآخر غرزة هشتغل تزايد بالحشو، يعني بنفس الغرزة هشتغل 2 حشو هيدا الشكل. هيك خلصت انا، حجلس هيك السلك، هروح عند اول غرزة اشتغلتها واعمل منزلقة، هارجع اخد الخيط من خلف الشغل كمان اعمل منزلقة، هقص الخيط قصير هيدا الشكل. هلا بدي هيك مدها شوي، بدي ظبطها، ظبط السلك، هيدا الخيط يلي زاد بدي لفه بس انه هيك غطي شوي، ارجع مرقه هيك من بيناتهم، وهول بدي اعملهم هيك تويست على بعض، بدي هيك ابرمهم على بعض. عنا هون الزيادة هاي حاصة، وهيك بنكون
خلصنا طريقة عمل البتلة لوردة الزنبة. أكيد بدنا نشتغل 6 قطع من الوردة. نعمل 6 قطع. فهلأ بدنا ننتقل لحتى نشتغل يلي بتكون بقلبها تكون الرحيق، وكمان بدنا نجمع الوردة ونشتغل العرق الأخضر. فخليكن وتابعوا الفيديو. هلأ بدنا نيجي نعمل الورقة يلي حتكون على الوردة، هاي الليف. هلأ مثل ما شايفين أنا عاملة كمية لأنه عم بشتغل بوكيات ورد. حضروا فيديو المذكرات حتشوفوا البوكيات اللي اشتغلتها. هلأ مبدئيا الأغراض اللي بدنا إياهم، عم بشتغل بهيدا الخيط أليز بيبي بيست. رقم اللون كتير حسيته مناسب وبروح مع كل الألوان، يعني إذا أنا عاملة البوكي زهر، بوردو، موف، هيدا اللون بروح مع كل الألوان يلي أنا هعملها. فهيدا اللون 485 رقمه، لونه كتير حلو. بدي هيدا السلك. إجمالا بشغل الورد حنحتاج سلك، هيدا السلك كتير منيح، بتلاقوه بالمكتبات وما كان في عند علي إكسبرس منه، يعني اللي ما أنا مستعجلة عليه. فهيدا السلك كتير منيح، طري مرن ما بيعور الإيد، يعني حتى إذا ضقر ما بيعور الإيد. فبدنا 35 سنتي لكل ورقة، بدي 35 سنتي. هاشتغل مع هيدا الخيط بإبرة مقاس بتعادل 2 مليمتر، هيدا الإبرة ستانلس أنا عندي إياها، عليها هيك سفنن. مثل ما شايفين أنا هون معورة تحت أطفري، هيك رجع أطفري لورا، فهيدا دم يعني اللي مش موسخ. مزعج كتير، بس هيدا دم عورت أصبعي هون أطفري. يلا بده شوي بطيب. وبدنا مقص. هولي هن الأغراض. أول شي أنا عم بشتغل بهيدا المكعب، فححطه على جنب. أوكي، بداية بدي أعمل عقدة البداية، هيدا الشكل. وحأرتفع 30 سلسلة. هاي 30 سلسلة ارتفعت. هلا أنا نبدأ الشغل بأول سلسلة. أول سلسلة حأتجاهلها، بتاني سلسلة حأعمل غرزة حشو بهيدا الشكل، وحكمل 29 غرزة حشو بال 29 سلسلة التالية. أوكي، عملت 28 غرزة حشو بال 29 شغلة فيها غرزة حشو، حضيف بنفس المكان كمان غرزتين حشو، يعني بآخر سلسلة عملت 3 غرز حشو بنفس المكان بهيدا الشكل. هأبرم واشتغل على الجهة التانية. هاشتغل شوي على هيدا الخيط، خيط البداية. بأول سلسلة أو غرزة بدي اشتغل غرزة حشو، بالتانية هأعمل غرزة النصف عمود، وهلأ بدي اشتغل 18 عمود بلفة ب18 غرزة تالية. هاي 18 عمود بلفة. هلأ بدي أعمل 4 نصف عمود بالأربع غرز التالية. بهذا الشكل. هلأ بدي أعمل 4 غرز حشو بالأربع غرز التالية. مثل ما ملاحظين عشان ما تضيعوا، هاي رابع غرزة هون. آخر شي في عنا هون طبة، هاي الطبة اللي هون، هاي بدنا نشتغل فيها 3 غرز حشو بنفس المكان هيدا الشكل. هلا نرجع نمشي على الجهة التانية. بأول 4 غرز تالية بدي اشتغل 4 غرز حشو، هاي 1 2 3، هاي 4. بالأربع غرز التالية بدي اشتغل 4 نصف عمود،
يعني عم بكرر أنا اللي اشتغلته من الجهة هيديك، هيدا الشكل. هلا بدي أعمل 18 عمود بلفة ب18 غرزة تالية. هاي 18. هلا بدي أعمل غرزة واحدة نصف عمود، بالغرزة التالية بدي أعمل غرزة واحدة حشو، وبآخر غرزة بدي أعمل تزايد بالحشو. هيدا الشكل، هاي الشكل اللي صارت معنا. هلأ حانتقل على الغرزة التالية وهي من هاي الجهة، ححضر حالي لأعمل غرزة حشو. بس قبل حجيب السلك، السلك 35 سنتي أنا قاسسته، هحطه بهيدا الشكل. همسك الخيط، هقطعه من هالجهة عشان يثبت، وهأعمل غرزة الحشو. هلأ بدي اشتغل عادي، بس بدي اشتغل مع السلك. هلأ هيدا الدور الثاني، هيدا حاشتغله كلياته غرز حشو بكل الغرز، يعني بس حاشتغل غرز حشو. هنعمل هيدا السطر عشان نثبت السلك ويصير عنا للورقة شكل. طيب هلا بالغرزة التالتة يلي هون عملنا 3 غرز حشو بنفس المكان، الغرزة التانية بدي اشتغل فيها 3 غرز حشو تزايد. هلا حكمل عادي غرزة حشو بكل الغرز، يعني تقريبا حيكونوا 30 غرزة حشو تزايد 3 مرات، 3 غرز حشو بنفس المكان و30 غرزة حشو. خلصنا. لننهي الورقة هنجي عند أول غرزة حشو عملناها ونعمل منزلقة، ونرجع هيك نلف من الخلف ونعمل كمان منزلقة. هقص الخيط يعني شوي قصير. هلأ بدي هيك مددها، رتبها للورقة، هزبط هون. هيدا الخيط القصير حلفه بس لغطي شوي، همرقه هيك من بيناتهم ولف هيك السلك عبعضه. هيدا هون الخيط هقصه. هاي هي ورقتنا. هلا بدنا نشتغل العرق الأخضر. هعمل عقدة البداية، هارتفع 6 سلاسل. من بعد ما ارتفعت 6 سلاسل هاجي عند أول سلسلة وسكرها بمنزلقة. هلا هعمل 3 سلاسل، وبقلب الدائرة يلي كورناها بدنا نعمل 16 عمود بلفة. هاي 16. هسكر بمنزلقة بأول عمود بلفة عملناه، هيدا الشكل. هقص هيدا الخيط عشان ما يضل مضايقني انا عم بشتغل. هارتفع السلسلة وهأبرم الشغل. هعمل غرزة حشو بأول محل ما عملنا السلسلة. هحضر حالي لأشتغل العمود بلفة، هأتجاهل غرزة واحدة، وبالغرزة التالية بدي أعمل 8 عواميد بلفة بنفس المكان. هاي 8 بنفس المكان. هأتجاهل غرزة، بالغرزة اللي بعدها بدي أعمل غرزة حشو. هلا هيدا هو التكرار اللي بدنا نعمله. من بعد ما عملنا غرزة الحشو هنتجاهل غرزة ونشتغل 8 غرز عمود بلفة بالغرزة التالية. هنتجاهل غرزة ونعمل غرزة حشو. هضل نكرر هيدا الشي، 8 عواميد بلفة بنفس المكان، هأتجاهل غرزة وأعمل غرزة حشو، ليصير معي 4 من هيدي 8 عواميد بلفة المجموعة. هاشتغلن أنا خلف الكاميرا ونرجع بكون خلصتها. من بعد ما خلصت أنا وصار معي 4 مجموعات، هنعمل منزلقة وسكر الدور
بأول غرزة حشو عملناها. هرتفع السلسلة وحقص الخيط قصير، هحاول هيك فوت الخيط اخفيه. هرجع قص الباقي. هاي الجزء خلص معنا، مش الجزء، هيدي اللي بتكون تحت الوردة خلصت، ومعنا العرق. هلا بدنا نطبق الوردة. طيب كل وردة بدي لها 5 هيك سلك، يعني السلك 15 سنتي 20 سنتي ماكسيموم، بدي 5. طيب هلا لنعملهم لهول الرحيق يمكن اسمهم، بدنا لون اخضر غامق. انا عندي هيدا اللون فجيبته من زمان وبستخدمه اوقات، فانا هو هيدا الخيط بقلبه بلايز كتير، فانتو بدكم لون اخضر اغمق اكيد من الورقات يلي كنا عم نشتغل فيه، فانا هيدا كتير مناسب. بدي لون ابيض وبدي لون هيدا الاصفر الغامق، بدي منهم يعني هيك شي بسيط من الابيض، كمان شي بسيط بس هول اللي حنحتاجهم. هلا حنعمل 4 صفر ووحدة لون ابيض، والاخضر للكل حنستعمله. بدنا تلزيق، انا عم بستخدم هيدا التلزيق لانه فرد الشمع او الجلوغان كتير بيحمى وبكب كتير، فهيدا مناسب كتير لإلي. بحط قد حاجتي وبرجع بسكره. هحط هنقي الوسط وحط شوي، خلينا نعمل الابيض اول او اعملكم الاصفر. هيلا هجيب ولف لف على الوسط لون اصفر. الشكل هقص الخيط المتبقي. بهذا الشكل لفت بالوسط تقريبا مسافة 5 سنتي، مسافة 5 سنتي. هلا حاتنيها هيك بالوسط هيك، هحط شوية تلزيق، هجيب اللون الأخضر أول شي هحطه بهيدا الشكل بشكل بالطول. هلا هبلش لف عليه. هلف تقريبا للنهاية. هاي حمرقها هيك بالنص، هلف الباقي. هاي اللي هون بدي هيك صغرها هيك على بعض، بدي هيك اطعج للرأس.
هاي عملت أول رحيق اللي هي حتكون بالوسط، هاشتغل الباقيين، هعمل 4 لون أصفر ووحدة لون أبيض. شايفين شو بسيطة الطريقة؟ بدنا نعمل وحدة أبيض والباقيين لون أصفر. طبعا فيكن أنتو تختاروا يعني أي لون بتحبوا تعملوا الرحيق يكون فيه، بس أنا هيك عم بعمل البوكيه الرحيق واحد أبيض والباقيين أصفر. وبالنسبة للورد اللي لونه أبيض عم بعمل 4 لون الموف الغامق بدل الأصفر، موف غامق ولون أبيض وحدة يعني. ففيكن أنتو تنوعوا ب أنتو الألوان. طبعا بدي أحاول أعملهم كلياتهم بنفس الطول حتى يكونوا مرتبين. طيب هيك خلصت، همرقوا هيك لثبته بس ولف الباقيين، هقص الزيادة. آخر شي بدي أقطعج هاي اللي فوق شوية صغيرة. بدي أعمل هول الباقيين، هعملهم خلف الكاميرا ونرجع حتى نطبق مع بعض الورد كلياتها. هاي خلصت، صار عندي المجموعة يلي المفروض أنا أعملها. هلأ هاخدهم هيك كلياتهم مع بعض، هلفهم كلياتهم مع بعض، هحط هيك شوية تلزيق. خلصت من هاي، هقصر هول. هلا بدنا نجمع الوردة. هلا بدي جيب سيخ خشب، هذا السيخ طوله 30 سنتي، أرجيكم هولي تشتروهم كمان من المكتبة. فيكم تستعينوا بسيخ الخشب الخاص بالشوي، بيجي منه أحجام مختلفة، في هيدا الحجم كسمك وفي هيدا أرفع. هيا الله ما بتفرق. طيب أول شي هافتح هول، بدنا نثبتهم.
جيب الورقات هلا. تحطهم على ثلاث جهات هذا الشكل، بس هيك زبطهم هيك يكونوا ثلاثة. حلف هيدا الخيط شوي، مرة اثنين، بس حتى لا هيك زبطهم. هرجع حط شوية تلزيق، هالمرة التلزيق بدي حطه هون، يعني الورقة بدي اياها تجي هون، اوكي، محل الفراغ بهيدا الشكل بيناتهم. تالت وحدة هن ست ورقات، هثبتهم، حلف، ارجع، هقص هولي الحدايد بالنسبة للعرق انتو حددوا وين بدكم تحطوا العرق وحطوه. يفضل تحطوه هيك عالي شوي قريب للورد عشان يبين بالبوكي. هنلف عليه هنشد، فيكم تحطوا نقطة تلزيق نرجع نطلع شوي نلف فوق الورقة. بس لنمكنها هرجع انزل نزول ولف بشكل طبيعي لتحت لآخر شي. هنحط على الاخير هيك شوية تلزيق.
أعرف كيف تصوركم إياها، هغير زاوية التصوير عشان أقدر أرجيكم جمالها تكون هيك مبينة بشكل أوضح. هاي الوردة صارت خالصة، يعني ما بعرف كيف حد بين معكم، بس هاي هي الوردة. هون لأن حاطين أسلاك، ف كتير حلوة. هيك بكون خلص معنا الفيديو. أنا هلا عندي مشوار كتير كبير، بدي أساوي هول الوردات كلياتهم، هول الوردات الصغار وهول العروق، وهونيك عندي كل البتلات لأعمل الزنبق، هولي العروق اللي هون. حاولت صور لكم الفيديو، هيدول حيكونوا مع هيدا البوكيه. حاولت صور لكم الفيديو رغم اني معجوقة عجقة غير شكل، يعني عجقة لا احصد عليها. في مليان مليان ما شاء الله تبارك الرحمن، مليانة هاي السلة. تصوير ظالم كتير هون، بس هيك بكون خلص معنا الفيديو. اشتغلنا مع بعض هيدي الوردة. اي سؤال اسألوني تحت بالتعليقات وانا ان شاء الله برد عليكم. فينا هول هيك نبعدهم عن بعض، وهلأ بدي لكم ما تنسوا تشتركوا بالقناة إذا بعدكم جداد، وتعملوا لايك للفيديو وتشاركوا الفيديو مع أحبابكم أكيد عندكم على وسائل التواصل، وكمان اعملوا لي هيك تعليق حلو مثلكم، وأنا بشوفكم بفيديوهات جديدة إن شاء الله. من هلأ لفيديو جديد، بدي لكم ضلوا بخير يا رب. باي باي.